الأهلي يتعادل مع إيمني بدون أهداف في الشوط الأول برغم التعادل، إلى أن البداية كانت أفضل من المباراة اللي فاتت. نادي الأهلي فرض سيطرته، استحوذ من البداية، خلق فرص، راح للجول، ولكن تبقى المشكلة الأهم اللي هي تسجيل الأهداف. هنشوف حلول مستر موسيماني إيه الشوط الثاني، وهنتكلم مع نجومنا الكبار على آرائهم بالنسبة لأحداث الشوط الأول الفنية، ولكن بعد الفصل. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، بدايه افضل من المباريات اللي فاتت، نادي الاهلي فارس سيطرته، استحوذ، وصل للجول اكتر من مره، ولكن تبقى مشكله تسجيل الاهداف. تقريبا كلنا كنا قلقانين من البدايه خصوصا مع فريق انبي، لكن واضح ان بدايه ممتازه من احسن بداياتك الفتره اللي فاتت. صحيح، تقريبا فريق انبي عمل تسديده واحده بس من ابوكا برجليه اليمين كمان اول الشوط. بعد كده كل الشوط، نهايه من اول الشوط لحد نهايه الشوط، انت بتلعب على جول واحد بس، جول انبي. انت مستحوذ، بتحرك كويس قوي، واخد جنبات الملعب كويس قوي، انت المستحوذ في كل حاجه. دفاعيا انبي مش موجود، حتى زحمه لكن بيدافع وحش قوي زي ما اتفقنا، برده عنده مشكله في قلب الدفاع، بس كل ده كويس قوي. يبقى اهم حاجه في كره القدم عامه انك تجيب جول. صح، هو ده بقى المهم. يعني انت عملت كل الشوط ده، في الاخر النتيجه 0-0. يعني الشوط ده على الاقل كنت مثلا هدف او اتنين، لان في فرص بتضيع. لازم موضوع الفرص ده، لازم يعني الفرصه، يعني اللي بيجي له فرصه ده ايما لازم الفر... هي لا هي دي فرصه الماتش، يعني هي فرصه المباراه. صح، اللي هو لازم بحريص جدا عليها، انك بتوصل كتير قوي. انا قلق بس كده في عجاله ان ما تلاقيش ام بالشوط الثاني زي الاول. عشان كده ضيعت 45 دقيقه من ايدك. 45 دقيقه كنت مستغلها كويس قوي، لازم كنت تستغل البدايه السيئه للانبي. بدايتك ممتازه، انت في كل حاجه بتعملها كويس ما شاء الله. هاني ماشي كويس جدا، رام ربيعه كل حاجه بتعملها كويس، واتفقنا ان هتلاقي حسين هو في نص الملعب، بينزل نص الملعب كثالث نص الملعب، محمد مجدي ملتزم، كل حاجه انت عاملها كويس في الشوط الاول. لكن الشوط الاول انت كويس جدا وانبي ما كانش في حالته، فكنت لازم على الاقل تستغل الموضوع ده. لكن ان شاء الله بتمنى بس ان الرغبه تبقى في الشوط الاول، الشوط الثاني اكتر من كده، وتدور على الهدف سريع ان شاء الله. طيب كابتن اسامه، رايك في احداث الشوط الاول؟ الاهلي مسيطر، ويعني يمكن عكس ما احنا كنا متوقعين بالظروف اللي فيها التشكيل، ان خايفين احمد نبيل كوكا وقفشه في نص الملعب مع بعض، لكن احمد نبيل كوكا ماشي كويس. يعني كبدايه ناشئ في ماتش زي ده مهم، واقف كويس، بيمرر كويس. نفس الشيء مجدي قفشه، التسليم والتسلم كويس النهارده، والحركه كويسه من اللعيبه، ولكن المشكله هي انهاء الهجمات. مفيش تركيز شويه في انهاء الهجمات، وفي بعض الكرات فيها تردد. يعني في واحده لحسين شحات ممكن يشوطها على طول ما شاطش، واحده لصلاح محسن ممكن يشيلها بالراحه، شالها بقوه فوق العارضه. لكن في فرص وفي سيطره وفي يعني سيطره واستحواذ واضح، واللعيبة أخف كتير من مباراة البنك الأهلي، خف في الحركة. فرقة إنبي إحنا يمكن قلنا ممكن يلعبوا 4-3-3، لكن هو بيلعب 5-4-1 يعتبر، لأن بيلعب ثلاثة في العمق اللي هم إبراهيم يحيى وخالد رضا ومحمد حامد، بيلعبوا في قلب الدفاع، وبيلعب علي فوزي على اليمين ومصطفى ديودار على الشمال، وبعدين زياد كمال وصلاح ريكو ومصطفى شكشك ومصطفى شلبي وجون ابوكا قدام. الوحيد اللي تحس فيهم ان عامل قلق شويه لما تروح له الكوره هو علي فوزي الظهير الايمن. ابوكا عمل اول كوره كورتين وخلاص، لانه ما فيش مسانده ليه خالص في نص الملعب، نص ملعبهم مفتوح جدا، النادي الاهلي مستحوذ عليه تماما، فكنا نتمنى استغلال الفرص ديت، وربنا يسهل يمشوا كده الشوط الثاني وما يقعش الريتم مننا ونقدر نسجل باذن الله. لو ما وقعش الريتم مننا وفضل فضل اداء النادي الاهلي الشوط الثاني زي اداء الشوط الاول، ممكن النادي الاهلي يبقى من بدايه الشوط الثاني نلاقي مثلا مستر موسيماني ابتدى انه يعمل تغيير من بدايه الشوط. ليه؟ مثلا احنا قدامنا مين بره؟ بيرسي تاو ممكن يستفيد منه، احمد عبد القادر ممكن يستفيد منه. على انت كاتب عندك ولا انا كاتب التغيير؟ يعني من وجهه نظري اول حاجه ما يضيعش الوقت في بالظبط كده، لازم عبد القادر ينزل وبيرسي تاو ويلعب بالامامي مكان مين؟ هيلعب مكان حسين وطاهر. بس هما على فكره حسين، انا شايف ان حسين
ما قد شوط مش وحش شويه يعني في نص الملعب انت فاهمني. بس انا بتكلم على التعديله الهجوميه يا كابتن. عندك طاهر صلاح محسن افتكر انه هداف ممكن يلعب ناحيه الشمال وبيدخل لجوه. حسين ما بيدخلش لجوه بس مساعدك في نص الملعب ودي مهمه. بالظبط. ما هو يجي عبد القادر ناحيه الشمال ويروح مع التزام بقى صلاح معه التزام. ما هو يا كده وتاو وقدامه شريف. نعدل الحته الرباعيه اللي قدامنا. ليه؟ لان هم اولا عاوز اكتر من اللي بيعرفوا يجيبوا جول. مشكلتنا ان احنا استحوذنا ولكن ما جبناش جول. مشكلتنا ان في تحرك جوه. بس وصلنا كابتن عادل وصلنا وجاتنا فرص. انت وصلت ما بتعرفش تجيب جول. ما هو انت وصولك طالما ما جبتش جول زي عدم وصولك. انا من وجهه نظري ان اللي بيترجم اللعيب يعني صلاح محسن ليه انا عاوز اصبر عليه. لان صلاح محسن بيقدر يروح يلعب على الجول. ضيع. يعني بيروح انت فاهمني. عشان كده انا عايز الاربعه دول يعدلوا طريقه وقفتهم وبرستها. مش عايز اجل واضيع وقت شويه لاني اللاعبين ممكن لو خدوا في الدقيقه 20 في الدقيقه 25 مش هتقدر يعني الوقت بسرعه. لا انا عايز من بدايه الشوط يلعب 5 دقائق 10 دقائق وبعدين يخش في المباراه. يبقى عنده 40 دقيقه للمحاوله. لكن لما انت تديني بعد 20 25 دقيقه قبل لما بدخل في المباراه بيبقى 10 دقائق والشد العصبي والقوه. ولازم كمان تستغل الحاله الفنيه الانبي من بدايه الشوط الثاني. الحاجه المهمه اللي انا عايز اقولها لك ده المهم. عاوز اقولها لك مش هتلاقي انبي كده الشوط الثاني خالص. هتلاقي انبي غير كده تماما. هتلاقيه واقف اقوى بيعمل الهجمه المرتده. هو ممكن يكون انبي رجع لعادته دلوقتي. يعني هو كان بيقول ان النادي الاهلي مش في فورمته لانه لعيبته الاساسيه متعورين. لكن دلوقتي ممكن يقول لك ايه خلاص عارف ان النادي الاهلي هو اللي بيهاجم هو اللي كان ممكن يجيب جول. هيعمل زون وهيبدا يشتغل على الهجمه المرتده. وانت هتستعجل بطبع ان انت ضيعت اكتر من مباراه فيها تعادل. فانت لازم هتعمل ضغط على طول على قدام وتعمل ضغط كبير. بس اتمنى ان هو يغير بدري يعني. طيب كابتن بلال شوط ضعيف فنيا من انبي وشوط جيد بالنسبه للنادي الاهلي وان كانت النتيجه حتى الان في صالح انبي. انا شك في النتيجه لصالح انبي طبعا ده اكيد يعني 0-0. انبي ما بيدورش على حاجه. انبي بيدور على شو بالظبط. تمام يعني هو انبي كسب مش هيلعب هو التعادل مكسب خسر مش هينزل تحت. فالتعادل مع النادي الاهلي يحسب للمدير الفني يحسب للفرقه طبعا. يبقى كسبان الزمالك ومتعادل مع النادي الاهلي بالزبط. فتحسب للانبي. لكن هو خساره للنادي الاهلي على الاداء اللي بيلعبه. الاهلي النهارده مختلف الحقيقه. الاهلي مختلف لان الاهلي بيلعب صح. يعني ايه بيلعب صح يا كابتن؟ انا عارف فين المشاكل الفنيه اللي موجوده عند انبي وبلعب عليها. المشاكل كلها في القلب. انت بتلعب ثرو باسز كلها راح للفراوده بتاعتنا. يعني صلاح ما شاء الله بسرعته، محمد شريف بسرعته، طاهر بيروح في اوقات كتيره جدا، حسين الشحات انا اتفق مع كابتن علاء عامل النهارده مجهود في نص الملعب مكمل نص ملعب كابتن علاء. يعني مالي نص الملعب مع الاثنين اللي موجودين. يعني في ادوار لحسين الشحات لو خرج حسين الشحات هنفتقد الادوار دي. الادوار الدفاعيه الادوار الدفاعيه مهم. يعني خد بالك احنا نص الملعب اللي سنده شويه ان طاهر بينزل شويه وحسين الشحات دايما خد بالك كل كره بيستلمها من القلب صح. تمام هو بيقوم بصفه اللعيب رقم 10 النهارده. هو المحور الرابط ما بين المدافعين والمهاجمين. عشان كده احنا شايفين نص النادي الاهلي نص ملعب النادي الاهلي النهارده فعال شويه. بنمسك كوره وبنروح وبنلعب واحنا والاثنين فاتحين على الاطراف تحرر. صلاح محسن والناحيه الثانيه طاهر محمد طاهر شريف اوقات كتيره جدا بيستلم بالزبط. في القلب الاهلي عامل مباراه جيده جدا صح. الاداء جيد البساط جيده جدا الروح النهارده القتاليه عاليه جدا جدا جدا. ضغط على فرقه انبي زي ما قلنا من بدايه الماتش مش مديهم مساحات. هم بيلجأوا للكرات الطويله وعندك واحد ضد واحد. انا شايف النهارده ان ربيعه ومحمد هاني عاملين كل حاجه مميزه النهارده. عاملين لو من مكان مستر موسيماني تغير شوط ثاني ولا تلعب بنفس اللعيبه اللي في الملعب؟ انا ممكن يعني انا ممكن اقول ايه حاجه بس بسيطه النهارده. هل صلاح محسن هيسعفني بدنيا الشوط الثاني؟ لا ممكن ياخد بكمل ربع ساعه مثلا او ثلث ساعه. لو مش اللي ممكن نفكر فيها ممكن اغير. انا مش عايز اعمل خلل بس أيوة في الاداء في الاداء بتاع الفريق لان ده جاي. يعني مش عايز احط الاداء الهجومي. يعني كابتن علي بيفكر انا عايز كابتن عادل بيفكر عايز هجوميا عشان اسجل. لا صحيح. انا برضو عايز مش عايز
الفرقه تترب، مش عايز يحصل فيها مشكله. فممكن بيرسي تاو مكان صلاح محسن بعد اول 10 دقائق لو النتيجه ما اتغيرتش. وخد بالك انت برضو عندك تغيير محمد متولي، هيلعب لان مجدي قفشه خد بالك بدنيا مش هيتحمل كل ده، فممكن بدنيا يقل شويه فتضطر انت تلعب محمد متولي في نص ملعب عشان خاطر يبقى عندك بالانس وعندك توازن شويه. عموما نتمنى التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.